اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي واشواقي. انا موجود في بلدة هيز التابعة لبلدية هيلينغدن في غرب لندن. فيها تنوع عرقي وثقافي، فيها جالية عربية، فيها جالية صومالية وغيرها واجانب، وفيها محلات حلال وفيها محلات كمان اتراك. حلات أتراك هنا حلال موجودة بعدد كبير. بلدية هيلينغدن طورت منطقة هيز، وزي ما تلاحظوا في عمارات سكنية يعني بصراحة فخمة. طبعا بيغلب هنا وجود الهنود على هاي المنطقة والجالية الصومالية، بس هنا أنا برضو في كمان الممشى على القناة، هذا كتير أنا عجبني، بإمكانكم تيجوا تتمشوا هنا وتقضوا يعني وقت ممتع. هاي اسمها Grand Union Canal. منطقة على فكرة تطورت كتير في السنوات الأخيرة. هيز أند هارلينغتون هي محطة القطار الموجودة في منطقة هيز. طبعا هي مش بعيدة عن لندن، حوالي يمكن نص ساعة بالسيارة، وكمان احنا مش بعاد عن أوكسبريدج رود المعروف ايضا بوجود محلات كتير سواء اسيوية او محلات حلال. حتى في التفرعات الشوارع الفرعية هذه بتلاقي في مطاعم كتيرة مختلفة. مطعم بيقلد 5 جايز، مسمي محله 3 جايز. هيز كوليدج. عشاق البرياني، موجود محلات كثير هنا بتبيع برياني. هيز مسلم سنتر، المسجد الموجود هنا. طبعا احنا مش بعاد عن منطقة ايلينغ واوكسبريدج وساوث هول اللي صورت فيهم فيديوهات كلهم. الحياة هنا نوعا ما مش غالية ولا رخيصة يعني، لكن affordable لأنه working class في المنطقة. إذا متابعينا موجودين هنا بتشوف هذا الفيديو، احكوا لنا شو رأيكم على المنطقة. اسمه بوتويل جرين سبورتس أند ليجر سنتر، الجيم والمسبح اللي في منطقة هيز التابع لبلدية هيلينغدن. المنيو حاطط لك إياها كلها على الحيط. أنت بتحس حالك في الهند الآن. أفغان بيكري، مخبز أفغاني، عنده خبز أفغاني. موجود مكتبات ومحلات ألبسة إسلامية. تشكيلة مطاعم هنا مش طبيعية، برياني وأخواتها. محل حجامة. هذا مقهى جزائري هنا على الكورنر. عندهم هنا في محل ليدل. مسجد قباء في هيز مبني على شكل برج مراقبة كأنك في مطار. هيز فود سنتر محل تركي، بضاعته بصراحة معتبرة ممتازة. اللي بده لحوم حلال وأشياء للبيت العربي عنده تشكيلة واسعة. أنا بالعادة بغطي المناطق اللي ممكن يعني تهم الجالية العربية، يعني هنا في وجود الجالية العربية مش بشكل كبير، لكن هي جزء من منطقة هيلينغدن.
جولة سريعة كانت، أكيد إلنا ناس متابعين في هاي المنطقة. أنا غطيت عدة مناطق في لندن وضواحيها وخارج لندن، مانشستر وبرمنغهام ونوتنغهام. حستمر معكم إن شاء الله كما عودكم، ادعمونا باللايك والسبسكرايب والشير، حتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.